بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا جزاء إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أملا نحن نقص عليك نبأهم بالحق وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو